أبكرة المدارس الموسم 11 مباراة مهمة جدا في دور ال 32، وهفكركم بالنتيجة. بدر الثانوية بالبحيرة 40، السيدة عائشة بني سويف 20. والسيدة عائشة عندنا تغييرين، نهاد عطا نزلت مكان ندى محمود، ومريم علاء نزلت مكان آية مجدي. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. عايز تبقي دكتورة؟ ناس كتير احلامهم يبقوا دكاترة، بس انت عندك حلم تاني مهم، انت عايزة تسافري وتلف العالم. واول بلد اخترتيها هولندا. اشمعنى هولندا؟ كل حاجة فيها كويسة، يعني لما في ناس كتير سافروا فيها وببقى متابعاهم، اغلب الحاجات اللي فيها كويسة ومنظمة، ويعني تقريبا كل الحقيقة اوروبا كلها منظمة. مش هولندا بس. جميل جدا، يا رب يقدرك وتروحي هولندا ان شاء الله وتحققي حلمك ان شاء الله. مش بس هولندا، تلفي العالم زي ما انت عايزه. نهاد، ازيك يا نهاد؟ ازي حضرتك؟ عايز تخشي اعلام؟ عايز تعملي ايه بعد كده؟ عايزه ادخل اعلام وسياسي. وسياسه يعني عايز تبقي مذيعه مثلا ولا ايه؟ مذيعه سياسيه، بس يعني اتخصص في المجال السياسي بس. اشمعنى المجال السياسي؟ علشان انا لما دخلت برلمان طلائع المحافظة عندنا وخدت الرئاسة بتاعته، فده أعطاني نظرة أكبر إن أنا أقرأ أكتر في مجال السياسة، وإحنا كمان بيت نفسه سياسي، فأنا بقيت بتابع السياسة من صغري من وأنا صغيرة جدا، فده أعطاني حافز إن أنا أبقى ملمة بالسياسة عموما وإن أنا أقدر أدي فيها. طب قولي لي، لو أنت عايز تعملي حوار مع سياسي في مصر مين وبره مصر مين؟ أكتر حد نفسي أتحاور معاه جوه مصر الدكتور أشرف صبحي، يعني هو عمل نظرة مختلفة جدا، مكن فعليا الشباب بطريقه يعني بطريقه غير كل العصور اللي فاتت كلها، مش بس الشباب يعني الكبار في السن، لا الشباب الطليع. برنامج يعني برلمان الطلائع اللي عمله ده عطانا فايده كبيره جدا، وعى الشباب الطليع مش بس ثانوي عام، لا هو ابتدائي واعدادي، فده يعني خلانا نتمكن اكتر وندخل السياسه، بحيث ان السياسه اصلا يعني ما تقتصرش بس على الكبار، لا ممكن نتكلم في السياسه وفي كتير فاهمين شباب طليع. طبعا ده مهم جدا ان انتوا من سنكم ده تبداوا تتكلموا في السياسه وتفهموا يعني ايه سياسه. طب لو عايزه تتحاوري مع حد بره مصر يبقى مين؟ ممكن رئيس ماكرون، رئيس فرنسا. اشمعنى بقى اخترتي رئيس فرنسا؟ علشان هو شاب وازاي قدر يوصل للنجاح ده في السن ده، فده بيلفت انتباهي جدا. متهيألي ان انت هتطلعي مذيعه ومحاوره شاطره، ربنا يوفقك. ان شاء الله. وحصل عندنا تغييرين في مدرسة بدر الثانوية، أسماء أشرف نزلت مكان أسماء صبحي، وأمنية إبراهيم نزلت مكان إيمان محمد. أمنية إبراهيم، إزيك يا أمنية؟ الحمد لله تمام. رجعتي تاني، حلمك زي ما هو؟ دكتورة أورام بإذن الله؟ إن شاء الله. تخصص صعب، ربنا يقدرك يا رب. أسماء، إزيك يا أسماء؟ الحمد لله كويس. قولي لي أخبار الأكورديون إيه والأورج؟ الحمد لله تمام. بصي بصي اتغيرتي، بصي بصي فرحتي ازاي، بصي السعاده ملعبك، عشان كده نازله فقره الفنون، عينيكوا عليها. جاهزه ان شاء الله؟ بالتوفيق يا اسماء ان شاء الله. ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه، المعرفه اربع اسئله واحد لواحد، معلومات عامه، رياضه، تكنولوجيا، وقدرات ذهنيه. وأول اتنين مريم وإسراء نبيل، إسراء نبيل ومريم علاء، وسؤال في المعلومات العامة، والنتيجة 40 بدر 20 السيدة عائشة. روح رياضية من بعيد لبعيد. معلومات عامة، والسؤال هو ما هي العملة الرسمية لدولة بلجيكا قبل اليورو؟ بروكسل. انت ما سمعتيش السؤال صح؟ هارد لك مريم، اجابه خاطئه. الكورونا. كورونا، الكورونا يا اسراء، اجابه خاطئه. الاجابه الصحيحه الفرنك البلجيكي، اتفضلوا. بيستخدموها كعملة رسمية من 2002. نهاد وإسراء، إسراء ونهاد، إسراء فوزي
ونهاد عطا. رياضة، والسؤال هو حققت البطلة كريس إيفرت 157 لقباً فردياً بإحدى الرياضات، فما هي؟ تنس. صح؟ صح. طب ما جاوبتيش ليه؟ عشان ده فات ثانية، خطفت منك البازر؟ الخبرة بتفرق. تنس إجابة صحيحة. ثاني أكثر السيدات حصولاً على الألقاب الفردية، الأولى 167 لقب. ندى وأمنية، أمنية وندى، 18 لقب جراند سلام. كريس إيفرت لاعبة عظيمة. سؤال في التكنولوجيا والنتيجة اتغيرت 50-20. تكنولوجيا، والسؤال هو حرف عربي يوجد على زر حرف الإي بلوحة مفاتيح الكمبيوتر، فما هو؟ على البورد في حرف الإي عليه حرف عربي، هو إيه؟ حرف الواو. الواو إجابة خاطئة. عين. العين إجابة خاطئة. صورة قصادكوا على الشاشة، حرف الثاء. سؤال الرابع، قدرات ذهنية دولة وأسماء أشرف، أسماء أشرف ودولة هاني. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية، 15 في 9 على 5 في 6 يساوي كام؟ 162. إجابة صحيحة، برافو عليك يا أسماء. 162 هي الإجابة الصحيحة، خطفتي 10 نقط وكده نتيجة 60 بدر البحيرة، السيدة عائشة بن سويف 20. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون أربع أسئلة، سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديع. نعتمد على السرعة وإيدينا على البازر. سينما ومسرح، والسؤال هو فنان قام بدور حربي في مسلسل الأخ الكبير، فمن هو؟ أحمد رجب. أحمد رجب إجابة خاطئة. مريم. محمد رجب. تهم بالي بس. أحمد بن محمد، تفرق، تفرق 10 نقط. مريم إجابة صحيحة. كان معاه مين يا مريم؟ اسماعيل شعر، هبة مجدي، عارفة أيتن عامر، وهبة مجدي، هبة مجدي وعبير صبري، وهبة مجدي ودكتور أشرف زكي. مريم غيرت النتيجة، النتيجة 30، السيدة عائشة بن سويف، بدر البحيرة 60. أغاني وموسيقى، والسؤال هو من هو مطرب الراب المصري الذي شارك أمير عيد غناء الغربة؟ إجابة أحمد مكي. أحمد مكي. بص نهاد عاملة إزاي، بص نهاد عاملة إزاي. أيوة، محدش يقرب. إسراء، أحمد مكي إجابة خاطئة. نهاد. زاب ثروت. زاب ثروت من ألبوم المدينة، إجابة صحيحة، برافو عليك يا نهاد. والأغنية دي ليها 7 مليون مشاهدة على اليوتيوب، طبعا ده رقم كبير مش صغير. نتيجة 40، سيدة عائشة بن سويف، بدر البحيرة 60. السؤال الثالث، لوحات ومعالم، والسؤال هو في أي دولة عربية يقع الموقع الأثري بالصورة؟ مدينة أم الرصاص، فيها آثار من العصر البيزنطي والروماني والإسلامي. فلسطين. فلسطين. أسماء.
إجابة خاطئة. موقع للتراث العالمي لليونسكو من سنة 2004. في إجابة؟ الأردن. كنتوا كام؟ 40. ربنا يكون 50. بقيتوا كام؟ 50. 1093 تم اكتشافها بالأردن. إجابة صحيحة. الأردن الإجابة الصحيحة. ومدرسة السيدة عائشة رجعت في المباراة تاني. كويس، برافو عليكم. كويس، الهدوء فرق معاكم الحمد لله. اخر سؤال في الفقرة، اللي هيدوس على البازر هاخد منه الإجابة في ثانية. سرعة البديهة. والسؤال هو: طبقا لقواعد لعبة السودوكو، ما هما الرقمان المحذوفان في الصورة؟ مريم. 2 و5. برافو عليك، إجابة صحيحة. 2 و5 اتعادلتوا. الحمد لله. برافو عليكم. إيه اللي حصل بقى لبدر؟ تراجعتوا وسيدة عائشة تقدمت. الحمد لله. مباراة جميلة جدا. ورجعنا تاني لنقطة البداية. كل أسئلة الفنون جاوبتها السيدة عائشة. الحمد لله. النتيجة تعادل 60-60. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 60 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 120,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 240,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.